بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء المرور في ملتقى أجواء الأشخرة سعدت أن ألتقي بهؤلاء الآباء الكرام والإخوة الفضلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم عبد الحافظ سبيت العلوي. الأخ عبد الحافظ، ممكن تشرح لي عن هذا العمل اللي تقوموا به أنتم الآن؟ أبشر. تفضل. هذا العمل الله يسلمك ليخ هذا. هذا الليخ سباعي. نعم. متساعي تساعي. نعم جميل. ويرمى الشارخة. أها. وانواع من الصيد اللي قريب الشرخه او اللي في الغاع مثل القرقور ومثل الضاف والصيد البياض والشعري وهذه يعني انتم هذا الان تصنعوا ولا عاد خلاص ذهب يعني هذا جاهز لكن انتم تعدوا يعني هذا جاهز واللي بروحه جاهز الشبكه جميل لكن احنا نكمله الكرب الكرب اها اي كرب يسموه تمسي الكرب الكرب جميل تمسي الكرب اها هذه يسمى مساو مساو اها وهذا تمسي مساو ايش فائدته هذه مساو هذه مساو هذا خله تحت في الارض يكون في الغاع في الغاع الارضيه نعم والكرب هذه تكون فوق تكب الليخ جميل بشكل يعني طويل واجد هذا كم طول نعم 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 كم تقريبا نعم هذه من سبعة ياردات ما شاء الله اي نعم جميل على حسب الياردة في سبعة ياردات وفي اكثر على 12 فيه نعم اي نعم وهذا على عن طريق يمكن قوارب ولا وحدكم تمدوه في البحر تنزلوا ايوه قوارب لازم تكون مش قارب الى داخل وعتنزلوا ولا كيف الناس واحد ما قارب شل عندك خمسة شل عندك ستة شل عندك عشرة نعم هذا يعني كلنا لا ترمي في البحر نعم ما شاء الله من على ما قال اخوي اول والد نعم جمعه تشكلوا من 10 ليوخ ايوه ما شاء الله مثل 10 ليخ عشان تحصل محصول أيوة. نعم يعني هناك عندكم وقت معين لرمي هذه الاشياء أكيد. ولا في اي وقت لا مش اي وقت ما اي وقت الشارخه ايوه في موسم وطال عمر الحكومه لا انا قصدي مثلا الصباح او ايوه او الظهر يرمون الظهر الظهر رمايه الظهر ويون من بعد العصر نهار ثاني نهار ثاني الصباح ماشي 24 ساعه يعني ايوه يظل طول الليل في البحر جميل طول الليل في البحر وتجينا الصبح انت من الساعه 6 و7 ورايح عشان تشيل اليوخ لله والحمد لله شيل المؤلفين ما تاخذ المؤلفين اللي جاي اللي باح المحصول اللي محصول محصول تحصل من المحصول نعم نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله يسلمك العافيه هل تعلموا اولادكم هذه الشغلات؟ نعم 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 ولا خلاص اصبحت متعبه وما مقديه؟ والله شوف على حسب نعم احنا الحين في هذا الزمان صراحه بامانه ايوه الاولاد اللي طالعين الحين ما يبغوا يتعلموا هذه نعم ما مو عاد نعم يرغب للعمل الوظيفه الرياضيه الوظيفه الحكوميه نعم ليش؟ كيف ممكن تشجعوهم؟ متعبه حنشجع لك الاولى ايوه لك ابوي انا الحين ما اقدر نعم. اذكر من اول احنا اول ترى ماشي اول كان عيشه غير عيشنا على سهل على سهل العيش على ذي نعم اللهم لك الحمد اليوم العيش اليوم لازم يبغى لك مرتب نعم بدون مرتب هذه كان عادي يمر عليك اسبوع اسبوعين ما عندك شيء نعم ما شاء الله حياة تنقطع نشوف يمر عليك اسبوع اسبوعين 10 ايام ما عندك شيء نعم. ولكن الناس للناس معانا متكاتف نعم صح هذه ايش هذه يعني الجار ما ياكل عن جاره صدق كان زمان اول زمان الحين لقيت ان الشباب يقول احيانا ما شاء الله في الشهر ما اقل عن 800 ريال نكسب ما كل الشهور ما كل المواسم ما كل المواسم هي مواسم محدده في مواسم محدده كثير هي منع الشارخه نعم موسم ينفتح فيه في موسم يمنعوه الحكومه عندك الشارخه ايوه عندك الصفيلح نعم هذا الكلام موسم بموسمه موسم عندك الكلعب اليوم اصبح ممنوع كذلك نعم ما يرد ما في اي وقت يعني ما في اي وقت كل شيء محدد من الحكومه حتى ينمو فلذلك اشياء كثيره اصبحت ممنوعه نعم وكذلك الحرفي اصبح متعدد بالحرف نعم صدق يعني جاب اللي مش معانا كان ايه نعم سبحان الله منافس استوت ايوه نعم. صارت منافسه قويه بس نعم. شوي جزاك الله خير فلذلك يتوقف على الشخص الحين زمان هذيني يتوقف على افضل يكون راتب نعم. صحيح اليوم اصبحت معيشه شوي صعبه لكن راتب شيء وكذا شيء ها يعق شغلك الابائين وبه والله شوف احنا لهالجيل محافظين نعم شياب نعم. لا زلنا انا نعم. عمري الحين 48 الله يبارك في عمرك يعطيك العافيه ان شاء الله يبارك عمرك ولكن لا زلت
هذا مارس البحري مارس البحري الحمد لله ما راح الشباب لا احنا بعد احنا الله يبارك فيكم الحين انتهى الله يمدكم الصحه الله يسلمك عم اولادنا صعب صراحه اي صحيح يلا بارك الله بامانه يعني سعدت لقاء يعطيك العافيه يسلمك رب العالمين اسم كريم الله يسلمك يمعه بن علي بن راشد الغنبوس من يمعه بن علي بن راشد الغنبوس نعم والاسم كريم وناصر بن علي بن راشد الغنبوس الله يحييكم هذول اخوان يا علام بن ابو علي منطقه السويح الحمد لله انا واخوي جمعه كنا هذول اخوان نعم الله يسلمك